السابق ورئيس قطاع الناشئين حاليا في نادي زد، ونشوف رأيه في قائمة منتخب مصر في اللي اختارها مستر فيتوريا اللي هتمثل مصر إن شاء الله في بطولة أمم أفريقيا القادمة. كابتن علاء ازاي حضرتك؟ يا مساء الخير يا كابتن كريم، أخبار حضرتك إيه؟ تمام؟ الحمد لله والله كل سنة حضرتك طيب وأنت بصحة وسلامة. سنة سعيدة علينا. الله يخليك كابتن علاء. كنت بتكلم من شوية مش عارف حضرتك سامعني، بنتكلم على الاختيارات على القايمة وكده، وأنا يعني من وجهة نظري طبعا كان ليا رأيي، يعني هو مش اعتراض ولا حاجة، كلنا دايما بنقف جنب منتخب مصر طبعا، لكن أكيد طبعا عايز أعرف رأي حضرتك أنت كابتن علاء في القايمة اللي تم اختيارها. والله حضرتك أنا أتفق معاك في كل اللي أنت قلته. يعني هو طبعا واضح جدا اللي هو يعني وقال تصريح قبل كده، وبعد احدى الصحفيين زنقه وقال له يعني انت مش هتدي فرصه للعيبه تانية، لما قال انا اللي بيشتغل معايا ما بسيبوش. تمام. واضح جدا طبعا ان هو مقتنع ببعض اللاعبين اللي هو لا يعني دول بالنسبه له ما تجيش جنبيهم. اولهم اثنين، محمود حماده وعلي جبر. تمام. الموقف اللي خده طبعا مع ابو الفتوح ومع محمد صبحي، كانت الناس تقول لك لا محمد صبحي مش هيكون موجود، محمد صبحي هيكون موجود لو مش هيعمل التصرف ده الا ما يكون هو عامل حسابه معاه في النهائيات في افريقيا ان شاء الله. ايوه. انا اتفق معاك طبعا ان ياسر ابراهيم راجل لعب الفتره اللي فاتت بطوله العالم الانديه، وبعدين راح لعب السوبر. ايوه. مظهر كويس جدا، وفوجئت اللي هو مش متواجد. تمام. بالرغم ان في زي ما حضرتك تفضلت قلت ثلاثه من نادي واحد في هذا المكان. صح. يعني هي ملفته شويه يعني. تمام. ال كمان علامات الاستفهام اللي هو ال 55 اسم اللي هو قالهم في الاول دول، يعني كانوا يعني برضو فيهم حاجات غريبه شويه، لكن خلاص. بس القائمه المبدئيه ال 55 دي مفيش مشكله، يعني دي عدد كبير، لكن لما نيجي نركز على القايمه بقى بتاعه المنتخب بنختار الافضل يعني. تمام. هو طبعا في نص الملعب اتفق معاك، هم دول المتواجدين على الساحه، الا انا كنت يعني افضل مش افضل يعني او كنت اتمنى وجود طارق حامد، لان دي هتبقى ان شاء الله يعني. طارق حامد اعتزل دوليا، ويعني هو استشف ان هم مش هيضموه بعد المشكله الاخيره. ايوه. طب ما هو عبد الله سعيد معتزل بقاله سنتين. أيوة. وحط اسمه، والثاني ما حطش اسمه خالص في 55. ايوه. وبعدين ده راجل بقاله اسبوع، هاته، لان بامانه يعني دي اخر دوره طارق حامد، دي اخر دوره ليه. ايوه. سنا ومش هيلحق، خلاص دي اخر بطوله ليه، وراجل ادى لمصر فتره. ممكن كان جابه يا كابتن علاء وفي عدد. أيوة. كبير فما يلعبوش، فالمشكله تكبر، وهو يعني قال لك اعتزلت دوليا. يعني انا اكلمك بامانه يعني هيصدر، يعني فيتوريا لو جاب طارق حامد هيصدر مشكله لنفسه. ليه؟ ان عنده عدد كبير في نص الملعب، عنده مروان وعنده النني وعنده حمدي فتحي. طب هو معلش، طب هو ولا محمود حماده؟ معلش، محمود حماده انت حضرتك مدرب منتخب وعارف، محمود حماده هيتقبل يقعد، مش هيعمل له مشكله. لكن طارق حامد لما يجي وما يلعبش خالص او يقعد هتبقى ازمه. دي بقى بتروح يعني دي شخصيه مدير فني، اللي هو زي ما قالك انا متفق مع عبد الله السعيد انا هجيبه. ايوه. وقلت له لو قعدت بتاع، هي بتبقى شخصيات وساعات ايه ساعه الموقف هيبقى هتلاقي مبررات. لكن انا طبعا وضع طبيعي اللي هو نص الملعب عندنا، يعني عندنا هم دول اللعيبه الموجودين على الساحه، يعني لو اتكلمنا في اسم ولا حاجه. أيوة. دي مش مشكله. الحته القدامية الهجوميه طبعا محمد شريف كان لازم يبقى ليه دور موجود مع منتخب مصر. أيوة. لان هو راس حربه صريح بصراحه يعني. يعني هو راس حربه صريح، يعني مصطفى محمد نمره واحد في مصر، من البديل؟ محمد شريف. انا بقول لك محمد شريف. صح. ولا متفق مع حضرتك، اللي انا قلت نفس الكلام. ولا كوكا، كهربا مش راس حربه صريح يعني. كهربا النادي الاهلي بيلعبه في ساعات المكان ده وبيبقى موفق، لكن احنا رايحين في افريقيا في يعني ماتشات جامده ومدافعين اقوياء. أيوة. واجسام وطبعا والتحامات وهدف تمام. مصطفى محمد هو اللي فعلا نمره واحد في مصر دلوقتي. محمد شريف ده مكانه الرئيسي. أيوة. الراجل طلع برضه احترف وبيعمل ماتشات كويسه هناك وماشي كويس. لكن طبعا بنتفق في الاخر يا كريم ان احنا ايه بنتمنى لهم التوفيق طبعا. احنا كل واحد بنقول رايه، لكن في الاخر احنا مع فيتوريا ومع قراراته. تمام. لكن بنقول وجهة نظرنا وخلاص، بعد كده الموضوع هيتقفل يعني. ايوه. كان ليا تعليق برضو ان انا كان ممكن اقرب توفيق يخش على اساس الراجل ده بيلعب في اكثر من مكان. اه يعني كان ممكن جوكر في الملعب. ايوه.
دي حته فنيه شويه يعني. صح كان صح ممكن يلعب باك نستخدمه في كذا حته. ايوه ايوه واخد بالك. صح لكن طبعا كل مدير فني ليه مدرسته ليه في وجهه نظره واخد بالك، وهو مقتنع بالمجموعه دي واحنا بنسانده، لان في الاخر تعالى انت عملت ايه، سويت ايه، نتائجك ايه، اديت ايه. لان انا بامانه يعني انا في انتظار اشوف الراجل ده في مواقع جديده صراحه. يعني هو الفتره اللي فاتت دي كلها برغم وصولنا لامم افريقيا وهزايم قليله جدا ارقام كويس، نتائجه كويس، ايوه، لكن على المستوى المحاكي الافريقي القوي لا انا ما شفتوش. فانا يعني انا اتمنى اللي هو يظهر بالمظهر كويس منتخب مصر، لان فعلا هو ده المحك الرئيسي اللي انا اقدر اقيس عليه تكملته معانا في كاس العالم. ايوه ولا هيكون في كلام تاني؟ لا ان شاء الله ربنا يوفقه، احنا كلنا عايزين المصلحه طبعا، ولكن حتى لما بنيجي بنقول وجهه نظرنا مؤقتا كده، لكن خلاص تم اعلان الاسماء وكلنا في ظهر المنتخب ان شاء الله، وربنا يوفقهم ويعمل اللي ممكن يكون هو ليه رؤيه معينه، ناس معينه بتنفذ له شغله، بس احنا بنتكلم من وجهه نظرنا ومن رؤيتنا خلال الفتره اللي فاتت. وبعدين برضو يا كريم برضو معلش يعني في نقطه صغيره كده حتى نفسيه شويه. ايوه هو في ماتشات دوري شغاله تمام، في ماتشات دوري شغاله بكره تمام، انت ليه ما استنيتش لحد ما الماتشات خلصت تختار؟ ليه التوقيت ده؟ ليه؟ هقول لحضرتك ليه؟ هقول لحضرتك ليه؟ ان عندك الاهلي وبيراميدز وفيوتشر والزمالك وسيراميكا، الخمس فرق دول خلاص مش هيلعبوا ماتشات، اتأجلت اللي هي الجوله اللي كان المفروض يلعبوها يوم 2 يناير. اتأجلت؟ لا انا ما اعرفش. لا اتأجلت، مش هيلعبوا الفرق دي، مش هتلعب عشان لعبوا في السوبر، فما يبقاش في ارهاق. هو طلب فيتوريا، طلب من كابتن عامر حسين كده عشان ما يبقاش في ارهاق على اللعيبه لعبه السوبر. مهم جدا. انا فقال لك انا كده كده مش هاخد من الانديه الثانيه لعيبه جديده، ان انا اللعيبه اللي هو بياخدها دايما بيبقوا جم معاه معسكر او معسكرين قبل كده، فمش هياخد لعيبه جديده خالص يعني. فعشان كده اعلن الاسماء النهارده عشان كمان اللعيبه تجهز نفسها ان المعسكر هيبدا يوم الثلاث. يوم اتمنى برضه في المعسكر يا كريم نعمل ماتش ولا ماتشين على مستوى. عاملين ماتش مع تنزانيا يوم 7 يناير، بس هو ده الماتش الوحيد. ده يعني الماتش الوحيد. معلش تنزانيا دي ليفل ايه يعني؟ ليفل بي سي مثلا؟ لكن هي طبعا ليفل سي في افريقيا. ليفل سي هي في هي بتختلف مدارس مختلفه يا كريم. في ايه؟ ان واحد يقول لك ايه، انا عايز ماتش الولاد ياخدوا فيهم ثقه خفيف، ماتش خفيف. ايوه وفي مدارس ثانيه يقول لك لا انا عايز مدرسه قويه اقيس فرقه. ايوه فرقه احتكاك. ايوه فهو واضح جدا ان هو من مدارس اللي هو يعني مش الاولانيه اللي انا قلتها، اللي هو عايز حاجه خفيفه كده نكسبها وده يعمل ثقه للولاد قبل. ايوه ايوه بس انا خلي بالك احنا مجموعتنا برضو كويسه، احنا معانا موزمبيق وراس الاخضر، يعني يمكن المنتخب الاقوى شويه هو غانا ومش في حالته في الفتره دي، فهو ممكن يختار فرق كمان في نفس المستوى اللي معانا في المجموعه. بس عشان ما نفاجئش بعد ما نصعد ان شاء الله نقابل بقى الوحوش. ما خلي بالك كابتن علاء، انت حضرتك عارف ويعني كنت موجود في 98 مع كابتن جوهري طبعا في المنتخب وكسب كل مباراه. كل ما بتمشي ماتش المستوى بيعلى بيعلى، فهو بيشتغل على الحته دي فيتوريا يعني. ربنا يوفقهم ونفرح كلنا ان شاء الله كريم. يا رب يعني ان شاء الله يعملوا حاجه حلوه لينا. الله يخليك كابتن علاء. بشكرك كابتن علاء، بشكرك شكرا جزيلا. اتفضل حبيبي كابتن علاء نبيل، بشكره شكرا جزيلا طبعا. و خلي بالكم محمد صلاح هيلعب، مش هينضم للمعسكر من يوم 2. محمد صلاح عنده مباراه مع ليفربول امام نيوكاسل هيلعبها، وهينضم لمعسكر منتخب مصر يوم 4 يناير ان شاء الله. يعني مش هيحضر اول يوم في المعسكر اللي هو يوم 2 يناير، هيحضر يوم 4 يناير بعد ما يلعب مباراه ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي باذن الله. طيب فيتوريا قال شويه حاجات كده في المؤتمر هقولها لكم، وبعدين هنروح نشوف نتفرج على المؤتمر الصحفي لفيتوريا. فيتوريا قال مفيش مدرب في العالم يستطيع التعهد